خوتي خواتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. مؤخرا وليتو كطلبونا على لي زابارتمون اللي ما بين 30 40 مليون، وبناء على طلب ديال المتابعين ديالنا ما بغيناش نخيبوكم، وهذا لابارتمون جات هاد لا مارج هادي ديال هاد الثمن. هذا شقه جديده بقى عمرها تسكنات، مضويه مشمسه، موقع غزال، 5 دقائق الملابطة، 5 دقائق لاكا تجربة، وفيها 50 متر وغير الطابق الاولاني، يعني ما كاينش حتى الدرج بزاف. هاد لابارتمون راه جات في طنجة بلية. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش طنجة بلية فين جات، واخا هي غنية عن التعريف، وكطلبونا على لي زابارتمون اللي كاينين في طنجة بلية، جات قريبة لكم ملابطة، قريب لكم منار، قريب لكم قصر صغير اذا بغيتو تطلعوا له من هذا الاتجاه، قريب لكم لاكا تي جي في 6 دقائق طوموبيل، وقريب لكم المدينه وسونتر فيل، يعني التوكسيه كاينين، المدارس العموميه كاينين، السبيطار كاين، لاسانيسيس قريب لكم، يعني جميع المرافق العموميه اللي غتحتاجوا راها قريبه لكم. كيف ما قلت لكم 50 متر في الطابق الاولاني. دابا يلا نرجعوا للدخله باش تفهموا معايا في الصاله ديال الدار. هنا عندكم الدخله ديال الباب ديال لابارتمون، يعني اين فوا كتفتح كتلقى الصالون على اليمين، كوزينه اون فاس ديالك، وعاد كيبقاو لك لي شومبر اللي من بعد غنشوفوهم والحمام. هاد لابارتي هنايا ديال الباب راه عندكم واحد الاسباس اللي تقدروا هنايا ديروا يا اما ايطاجير، يا اما ديروا داك الماريو الالومنيوم كيجي كبير هنا وغيجي غارق، يهز لكم صبابط ملاطي الفوق تعمل الحوايج ديال الصيف اللي ما عندكم ما ديروا بيهم بحال الباراسو، داكشي اللي ما عندهم ما يدار به. المهم هاد لي سباس مع افيتو طونجي خصو يتستغل. ودابا غادي نمشيو نشوفو الصالون الوسوعيه ديالو وشنو غيجي فيه. نخليكم نتوما الاولى شوفوا الوسوعيه ديال الصالون اللي كيف ما كتشوفوا كيطلل على منظر طبيعي، ما عندكمش الفيزافي، الدار جات في لو سود مشمسه بالمزيان، وصراحة هاد الفصالة ديالها غزالة والثمن المتناول للجميع. وعاد كاينة مفاجأة غادي نقولها لكم في آخر الفيديو. الصالون من بعد ما شفتو الوسعية ديالو راح كبير، راح يقدر يجيكم هنايا سداري كوان، سداري آخر كوان، وتعملو سداري يا إما دوروه كامل بسدادر من 4 ديال الحيوطة، أولا إذا بغيتو تخليو غير 3 سدادر. وفي هاد الإسباس هذا سمحوا لي، هاد الاسباس هذا تقدروا تعملوا الطابل موبل تافي، يعني الطابله ديال التلفازه، اولا اذا بغيتوا الصالون يكون كبير التلفازه راه كتعلق، وتعملوها دايره كامله بالسدادر، الطابله ديالها بالكوانات ديالها، تعملوا شي تريال الفوق، وعاد عندكم الموطع ديال فين تعملوا جوج ديال لي زابليك، يعني الصالون ضاوي مشمس كيف ما شفتوا الدوره ما كاينش في لابارتمون، واخا هكاك ابارتمون ضاويه ومشمسه وباقه جديده. من بعد ما شفنا الصالون باقي لنا جوج البيوت النعاس، الكوزينه بالبالكون والحمام ديالها. دابا اجيو نشوفو الكوزينه هي الاولى على بركه الله. الكوزينه المساحه ديالها تبارك الله حتى هي كبيره وواسعه، يعني غادي تهز لكم كاع لي ماتيريال ديال الكوزينه من الثلاجه، يعني فران، بوطه، تعملو لي زيتاجير على حسب نتوما والاحتياج ديالكم. عندكم هاد البلاكار هنايا تحت من لومية مع موطا ديال الروبيني، وعاد الفوقي راه لي سباس راه كبير، راه يقدر يجيكم ايطاجي من الطرف حتى للطرف او غير حتى لهنايا اذا بغيتو ديروا الثلاجة هاد لي سباس هذا. وعاد عندها بالكون اللي كبير، بالكون اللي طويل من طرف حتى للطرف، كيف ما كتشوفوا شميسة راه داخلكم حتى لوسط البالكون، داخلكم حتى لوسط لابارتمون، وعاد راه كاين سطح مشترك ما بين السكان. كيف ما شفتوا البالكون راه مشمس واسع ضاوي، صراحه هاد الابارتمون ضاويه بالمزيان، هادشي اللي كيعجبني في الشقق اللي كيكونوا موجهين للشمس، يعني كيكونوا ما كتحتاجش بالنهار، ما كتحتاجش نهائيا انك تشعل الضوء. من بعد غتلقاو هاد الكولواغ هذا اللي كيجمع ما بين جوج بيوت النعاس والحمام ديالنا، كولواغ اللي حتى هو كبير، المساحه ديالو معتبره، وهنايا كاين الحمام اللي فيه الدوتشا، تواليت، لافابو، فيه الطاقه ديال التهويه راه هي كاينه فوق الدوتشا، يعني المساحه ديالو كافيه للاستغلال. وتقدروا مثلا غادي تزيدوا غير شي يا اما داك ليزار اللي داك ديال بلاستيك الرواق، اولا تعملوه بالالومنيوم باش كتبقاو تخليو الحمام ديما نقي عندكم وما كيتوسخش لكم. دابا من بعد غادي نمشيو نشوفو باقي لنا جوج بيوت هاد النعاس، نخليكم تشوفوا المساحه.
المساحه ديال الهاتف هذه حتى هي كافيه للاستغلال، وكيف ما شفتوا مزلج كامل تقدروا هذا تعملوه بالدكلاس بالعواول على حسب نتوما والاحتياج ديالكم. جابيت مربع، يعني كاين لي سباس فين ديروا جوج ديال الكامات، تقدروا تعملوا كامه هنايا وكامه هنايا، راه غادي يجيكم جوج ديال الكامات هنايا سيباغي مع الماري مع البيرو ديالو عفوا، او لا تعملوا دو كاما سوبوزي ويجيكم هنايا الماريو، وعاد غتبقى لكم هاد لي سباس اللي بغيتو تعملوا فيه شي طبيله شي ماريو على حسب نتوما والاحتياج ديالكم. اما بالدكلاس خلاص غيجيكم ضاير وسدادر، يعني راه اذا ما كانش عندكم الوليدات واذا كنتي باغي تاخدها تبدا فيها حياتك، علاش؟ حيت الثمن ديالها جد مناسب، والثمن ديال موات لابارتمون اللي جات على برا خصيصا غير باش تبيع ومزيره البيع عليها فقرات انها ما تطلعش في الثمن ديال لابارتمون وما تعملش الثمن اللي كاين دابا في السوق. طنجبة اللي راه غلات، راه ما بقاوش الثمن ديال 30 32، راه ما بقاش. وبالحق افيتو طنجي ديما كتحاول تقلب لكم على الجديد وتقلب لكم على الهموز. دابا غنشوفو البيت نعاس الثاني، نخليكم نتوما الاولى تشوفوا الرسوعيه ديالو. جابته هو كبير ضاوي مشمس، صراحه طلع بيوت انا عجبوني كاملين، داخلهم الاضاءه داخلهم شميسه، علاش؟ حيت موجهين وما كاينش الفيزافي نهائيا قدامك. وهاد الحاجه الزوينه في هاد البيت تقدروا تعملوا ليه الماريو ديال الحيط، عندكم هاد الاسباس هذا داخل هنايا، تقدروا مثلا تعملوا داك الماريو يا اما الومنيوم او لا تبنيوه، يعني ما غاديش ياخذ لكم الاسباس، وعاد غادي تبقى لكم الاسباس هنايا ديال الكاما ديال جوج الناس الكوكيتات ديالها. تقدروا مثلا السقوف كيف ما شفتوا راه ابارتمون باقا كامله بيضاء كامله جديده، اجي غتجيب حويجاتك وتجيب الرحية ديالك وديك ساعتك الديكورات على حسب كل واحد والديكوراسيون ديالو. جوج بيوت صراحه الله المساحه ديالهم كافيه، قرابه المضبطه قريبه لاكار قريبة للمنار قريبة للقهاوي اللي كاينين في بلايا، يعني الموقع ديالها غزال والثمن ديالها جد جد مناسب. دابا نخليكم غادي تضربوا دويرة خفيفة في الدار وانا نعاود نفكركم في الموقع. هاد لابارتمون راه جات في طنجة البالية، طنجة فيها 50 متر، الطابق الاول العمارة فيها غير 4 ديال ليزيطاج، ما معكم شي سكان بزاف وكاين سطح مشترك. طنجة البالية جات قريبة لاكار تي جي في، قريبة المرابطة، قريب لكم المنار، قريب لكم هيلتون، قريب لكم سيتي مول، كاينين مدارس عمومية، بقاقل، دي فارماسي، المواصلات كاينين الترامبية اللي كتدي للمدينة، طواكسية كبارين، طواكسية صغارين، جميع المرافق العمومية راها قريبة لكم، يعني كتبقى أبارتمون قريبة بزاف والثمن ديالها غزال. هاد لابارتمون فيها 50 متر، جات في الطابق الأولاني، ما كاينش دروج بزاف، الثمن ديالها 34 مليون سنتيم فقط، والمفاجأة صريح كامل ديكلاراسيون توتال، يعني خدها كريدي تهنى من الكرا وهانتي انا غادي تملك الشقة ديالك مضوية مشمسة قريبة للمدينة والثمن غزال. الثمن ديالها بالدرهم 340 ألف درهم مغربي بالنسبة للناس اللي كتبغي تبدل العملة ديالها. عجباتكم ساهله، تواصلوا معنا هذا الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه، عطيونا هذا الريفيرونس الرقم هذا اللي كيكون على الشاشه باش نعرفوكم بغيتوا المعلومات على هاد الشقه هذه وعلى هاد العقار هذا. نتوما غير تواصلوا معنا سواء ابل سواء في الواتساب وحنا ان شاء الله غادي نجاوبكم وما يكون غير الخير ان شاء الله. اذا عندكم شقه للبيع او للكراء وخصوصا لي زابارتمون للمساحه ديالهم صغيره في السونتر فيل، راه الكليان عندنا واجد، الشاري واجد، خصنا غير موظف اللي يعرض البرودوي ديالو ونجيبو ليه الشاري باذن الله، ثم تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. خوتي وخواتاتي الله يسهل عليكم كاملين يا ربي حتى تعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق وتقراو وليداتكم وتشوفوهم عرايس ان شاء الله ويسهل لكم اللي كتبناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.